السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بجميع الضيوف باسم النادي الثقافي ومجلس إدارته، أرحب النادي بالحضور متمنيا لكم أمسية جميلة ورائعة في تجليات الشخصية العمانية منهم القصصي سند الله نمر إليه. تعد أي موضوع قصصي في المنظورة النقدية اليوم مستودعا هائلا للتجربة الإنسانية والقدرات الحياتية المختلفة، إذ تتبلور داخله الأنماط الاجتماعية والثقافية التي يفرزها الخيال الجماعي ويحملها الكثير من أماله وتطلعاته. يسعى المحاضر انطلاقا من هذه الفرضيات العلمية إلى الكشف عن بعض ملامح الشخصية العمانية كما تتجلى في بعض النصوص من موضوع القصصي. تنطلق المحاضرة من نصوص وروايات عديدة لحكايات من أشهر الحكايات وأكثرها انتشاراً، وهي حكاية سندريلا، حيث أخضع الأستاذ المحاضر كل هذه المادة الأدبية للدراسة والمقارنة والتحليل بهدف وضع بعض الإجابات عن الأسئلة التالية، وذلك منها مثلا كيف تعامل النص العماني مع نصوص وافدة إليه من ثقافات أخرى، وما مدى قدرته على استيعاب هذه النصوص والاقتباس منها ثم هضمها بما يتماشى من الأنساق الثقافية العربية الإسلامية، وما هي ملامح الأنماط والنماذج التي ينسجها النص العماني للقارئ، وما مكانتها داخل التطلعات والرؤى التي يقتبسها الخيال الجماعي. أقدم هذه الأمسية للأستاذ الدكتور أحمد الحنشي، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وأدبها من جامعة السوربون فرنسا، كما حصل على الماجستير في التحليل الدنيوي للرواية العربية الحديثة من جامعة السوربون فرنسا أيضا. يعمل الأستاذ المحاضر في جامعة سلطان قابوس كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كما تقلد الأستاذ أحمد الحنشي عدة مناصب في مؤسسات أكاديمية بارزة منها كلية العلوم التطبيقية بالإسحاق وجامعة تونس الأولى في الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد غاستون باشلر في باريس، وأستاذ في اللغة العربية وآدابها بالمرحلة الثانوية في تونس. له العديد من البحوث المنشورة أو المقدمة في ندوات ومنتقيات علمية، منها مثلا الخصائص التعليمية لأدب الطفل، وهو دراسة صدرت ضمن كتاب بعنوان الكتابة للأطفال ومستلزماته الثقافية والتربوية والجمالية عن وزارة التراث والثقافة، ولسانيات النص مستوى الاتساق والانسجام في الخطاب السردي العربي نموذج كليلة ودونة، أدب الطفل وتعليمية اللغة العربية، تفاعل المرئي والمنطوق في دروس اللغة، وكذلك له أيضا دراسات عديدة كان منها مثلا دراسة حول زكريا التامر. نعطي الآن الفرصة والمجال للأستاذ المحاضر لينفعنا أكيد بما سنسمعه منه. أنت تفضل. شكرا. أريد في البداية أن أوجه عبارة الشكر الصادق للنادي الثقافي مصدر على استضافتي. هذه العبارة هي عبارة موجهة إلى النادي الثقافي في مثلة شخص الأخ المعرف حسن المطوشي الذي تلقاني هو وأعلمه لطفا وأدبا كبيرين منذ أن بدأنا التنسيق لتقديم هذه الأوراق. كلمة شكر صادقة لزميلي وصديقي محمد مصر محروبي الذي شجعني في الحقيقة ومهد من طريق الحديث هذه الليلة إلى نقطة من المثقفين والأكاديميين زملائنا بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور محمد الدرويسي، أستاذ الدكتور بجري حواس ملك،
الذي نجاكم به الاستماع إلى الحديث فيما يتعلق بالمخزون، المخزون السلبي، وهم مثلي ابتلوا بهموم النقد والقراءة والتحليل الأدب. في الحقيقة هذه الدراسة هي دراسة ليست جديدة، هي قديمة. ولكي أكون منصفاً فإن مروري بكلية الطرف بالوسطى سمح لي بالالتقاء بالطالبات وتدريسهن مادة أدب الطفل، وقد جمعت مادة نظيرة في أدب الطفل، وكان لدي مشروع في الحقيقة، لكن هذا المشروع ظل معلقا إلى اليوم. وفيما تجمع من موروث رأيت بعض النصوص التي في الحقيقة استهوتني وظلت أبحث فيها حتى أقدم شيئا عما يمكن أن يكون ممثلا لخصائص القصة العمانية. إذن هذه القصة هي قصة لديها نتناولها في وقع، هي قصة بديحتي وقصة طريفة جدا، وهي قصة حول سندريلا المعروفة سندريلا التي نعرفها في الأدب الغربي بشكل خاص. هذه المداخلة تتضمن قسمين، القسم الأول هو قسم عام فيه بعض الملاحظات السريعة، وحاول أن تكون سريعة، وحاول أن أكلم الموضوع القصصي في السرد العربي، وحاول السرد كان السرد في تاريخ الأدب العربي. ثم قسم ثاني هو قسم فيه محاولة للتحليل، أردت هذا النص بالمقارنة لتحليل ملامح الشخصية، وحاولت أن أخلص من ذلك ببعض النتائج التي تخص الثقافة العمانية وتخص القصة العمانية. لأن عنوان هذه المداخلة هو من تجاليات الشخصية العمانية في موروث القصص، هي ورقة فيما يسمى بإشكالية الذات من خلال نموذج السندريلا. إن الحديث في موروث القصص العماني أو العربي عموما لا يتم دون إثارة بعض المسائل ولو بعجالة عن واقع هذا الجنس الأدبي في المخيار العربي ودلالاته في وعينا الثقافي والإسلامي قديما وحديثا. وللدخول في ذلك نستشهد بقول أحد الباحثين الفرنسيين لفهم إحدى أولى المفارقات التي عرفها موروثنا القصصي السردي بشكل عام. يقول هذا الباحث في كتاب له عن حضارة العرب، كما أن أوروبا مدينة بدياناتها لليهود، كذلك هي مدينة بقصصها للعرب. هذا الكلام لا يحتاج إلى توضيح، والحقيقة التي يقرها ليست في حاجة لا إثبات أو حجة، طالما أن شواهد عبر التاريخ كثيرة ومتعددة، ابتداء بالأكثر رواجا منها على الإطلاق في التاريخ الأدب أو الأدب الإنساني، مثل تلك التي اطلق عليه من الماضي الغابر لتبدأ رحلة من الشرق مختلقة للعصور والجغرافيات لتغذي الثقافات والأدب الغربية وتطبعها بسماتها إلى يومنا هذا. هذا كتاب كليلة ودلة لعبد الله بن مقفع. نحن لا نكاد نعثر في التاريخ الأدب العالمي على أثر واحد يضاهيه في السيف والرواج، كتاب هاجرت أمثاله إلى كل الشعوب والثقافات واللغات، فلم تخصص نصوصه الحكاية العربية فحسب،
بل مثلت أيضا نموذجا وصورة مؤثرة وموحية في النثر والشعر في العديد من الآداب الأجنبية. نذكر على سبيل المثال لافونتين، جان دو لافونتين، هذا الشاعر الفرنسي الذي اقتبس من نصوص كيليو دي ميلان، وهناك كثير من الدراسات التي أثبتت ما هو البصير كيليو دي ميلان في هذه النصوص الفرنسية. أيضا يمكن أن نذكر نصوص ألف ليلة وليلة، انتقلت إلى الغرب عن طريق الترجمات، فكانت مصدر تأثير وإلهام لا في الإنتاج السردي والروائي فحسب، بل أيضا في كثير من الفنون الأخرى مثل الرسم والموسيقى الكلاسيكية والسينما. الموسيقى الكلاسيكية كلكم تعرفون أو تسمعون على الأقل بسيمفونية شهرزاد لرمسكي كورساكوف الروسي. في مقابل هذا كله يكتشف القارئ المتابع لواقع السرد العربي بكل دهشة أن هذا الموروث القصصي الراقص يعيش واقعا غريبا داخل البيئة التي أبدعته وترعرع بين أحضانها، وهو وضع يشكل مفارقة من المفارقات التي عرفها وعي الثقافة العربي واعتادها بل وألفها دون أن يساوره أي قلق في ذلك. فالقارئ العربي الذي يمتلك وعيا كافيا بمسار الشعر، الشعر العربي، قد حرم بصورة عامة من معرفة السرديات العربية التي قامت بتمثيل الخيال العربي الإسلامي واختزلت عمديا كل التطلعات الكاملة فيه والتجارب العميقة التي عرفها وتخيلها. وهذه نتيجة منطقية، منطقية في بيئة ثقافية قدمت دوما المنظوم وفضلته على المنظور بدعوى أن الكلام إذا نظم كان ذلك أصلا له من الابتداء، معروف عن القولة. وبعقولة فلم تكن القبائل العربية التي كانت تريد أن تصنع لنفسها أمجادا وتخلد مآثرها إثر عصر الفتوحات الإسلامية تلجأ إلى إحياء ذكر شعراتها لجمع شعرها دون أن تتورع في ذلك من الانتحار. كأن الأمجاد لا يمكن أن تبنى إلا على الشعر وحده، وكأنها من حاجة إلى الوعي بالتاريخ لدى العرب لا يمكن أن تتحقق إلا بالابتعاد عن النثر. والصورة لا تختلف عن ذلك في واقع الأدب العلمي، فهذا أحدهم يكتب في مقدمة ديوان الكبار تقريبا كاشف عن حقيقة هذا الوعي الذي استقر عند العرب، فيقول: إن الأدب عند جملة العرب مطبوع بالقرابة والنسب، والشعر من أئمة الأفكار، وترجمان الأخبار، وتيجان الملوك وأولياء الصعلوك وندماء الخيار، ولسان الظهر الشعر. وصلى الله على نبيه محمد وسلم. ويدرك كل من له اطلاع على الأدب العماني والدراسات العمانية المكانة التي يحظى بها الشعر العماني من حيث الجمع والتحقيق ثم الدراسة مقارنة بالتي يوجد عليها النثر أو الموروث السردي بشكل عام. ولا يمكننا أن ننهي هذا الحديث عن واقع هذا الجنس الأدبي في تاريخ الثقافة العربية والإسلامية دون أن نشير إلى مدى ظلوع العصر الحديث في إرسال هذا الحال، هذه الحال من الغب الذي لحق القصة العربية نتيجة الأخذ بالمسلمات ونتيجة غياب المنهج العلمي الذي يفترض التثبت والمراجعة لهذه المسلمات. فقد تواصل هذا الغبن الذي لحق القصة عبر التاريخ على أيدي بعض النقاد المعاصرين الذين ناهجوا منهج القدماء، بل ذهبوا إلى أبعد من أسلافهم، فاعتبروا أن التراث العربي خال من القصة، فلا قصص ولا ملاحمة على حد تعبير محمود تيمور. أما إذا سلم بوجود بعضهم في تاريخنا فإنها لا تعدو أن تكون في رأيهم أكثر من أدب غد ركيك لا وزن له، فيه التخليط التاريخي وفيه المغالطة النفسية وفيه الخوارق والأعاجيب وفيه تهافت وإسفاف على حد قول هذا الرجل، يعني محمود تيمور. وكلمة خرافة وهي تستعمل مرادفا
دي حكايات من الحكاية، يعني من حكاية صراحة حكاية. في المسرحات النقدية عندنا لازلت تقدم في معاجمنا العربية على أنه الحديث الباطل المتقن. أما الجذر الذي أخذت منه وهو خوفا فيعني فساد العقل من الكبر في السن، ولعل بعد ذلك يرجع إلى ما ساد سجلاتنا النقدية منذ القدم من مقولات مسقطة على الأدب مثل مقولة الصدق والكذب دون تمييز بين الكذب الخيالي والكذب الأخلاقي، ودون وعي بما يمكن أن يلحق هذا الجانب الهائل لتراثنا من إهمال وإقصاء خارج حدود الوعي العربي الإسلامي نتيجة هذه المواقف. والعرب قبلوا بالكذب في الشعر، يقولون أعرف شعر يكذبون، وعدوه من قبيل الكذب الفني، لكنهم لم يقبلوا به في النذر، وعدوه كذبا أخلاقيا، فأجازوا للشعر ما لم يجيزوه للنثر. وإلى اليوم نعد في أوساطنا الاجتماعية الكثيرة الحكايات التي يسردها أطفالنا من خيالهم نعدها ونجعلها أو نعدها يعني كذبا. أي هذه الأوساط الاجتماعية ليش تجعل يعني الأطفال عندما ينسجون هذه الحكايات من خيالهم ويجعلون أنفسهم محورا لأحداثها وضاما لها نعدها نحن كذبا وننهارهم بسببها. ويدرك أيضا كل من يعمل في مجالات الدراسات السردية في الجامعات وسواها مقدار الجهد بهذا الجانب الهائل الموروث من السرد باستثناء بعض النصوص الفلسفية مما ذكر سوى قليله. لم يدرك الجهل بالأبي الأبنية السردية والدلالات الرمزية لهذا الأدب، كما لو أن وعينا بأدبنا أمسى وعيا ناقصا في الوقت الذي انكبت فيه كثير من المجتمعات ومنذ عقود على إحياء تراثها، ليس بجمعه وتدوينه فقط وهذا أضعف الإيمان، ولكن بدراسته بعمق، دراسته بعمق أيضا مستفيدة بما تأكد من تطور في مجال النظريات النقدية والعلوم اللغوية والألسنية وما تحقق من نتائج بفضل علوم أخرى مثل الأنثروبولوجيا وعلم النفس أو علم الاجتماع. فقد أثبتت هذه الدراسات قيمة هذا الجنس الأدبي ابتداء بدراسات فلاديمير بروف في كتابه مورفولوجيا الحكاية، ثم دراسات ستروس، ثم أرجيلداس جوليان غريماس اللذين طورا نتائج أبحاث بروف في استغلالها في دراسات الأنثروبولوجية والسيميائي ليوسع تطبيقها على القصة الأدبية والرواية والأشكال السردية المختلفة. أما المسألة الثانية التي تعنينا في هذه الدراسة فهي على صلة بالعلاقة أو بالتفاعل الذي يمكن أن يوجد بين الموروث القصصي والشخصي، والاهتمام بالشخصية في النقد الثقافي أو ما يعرف في الأدبيات النقدية بإشكالية الذات مسألة في غاية الأهمية اليوم، إذ تتناول البحث في طبيعة هذه العلاقة بين القارئ والنص، بين القارئ والتجارب السابقين والمعاصرين له. فمعروف أن القراءة هي أفضل سبيل إلى معرفة الأنا وتطوير الوعي بالذات، والقصة أو الحكاية بالأخص تمثل جنسا أدبيا مميزا بما يتوفر في نصوصها من عناصر مساعدة أكثر من غيرها في الأشكال الأدبية الأخرى على إقامة هذا التفاعل بين القارئ والنماذج المثالية التي تفرزها هذه النصوص. وويليام شكسبير في هذا المضمار جملة رائعة تعجبني في تصوير هذه المغامرة التي يعيشها القارئ أو المستمع، الذي يقول: يبنى الإنسان من نسيج أحلامه، وهذه الأحلام ترجع في جلها إلى فترات النمو الأولى وإلى بداية اللقاء بين القارئ والنص، بين القارئ والأدب، هذا المستودع الهائل للتجربة الإنسانية والخبرات الحياتية المختلفة، وهي التي بفضلها سيستطيع القارئ الصغير أو الكبير أن يوسع من آفاق معرفته لنفسه وللحياة بشكل عام. لا يتسع المجال هنا
التفصيل في هذه الخصائص المميزة للجسد السرد أو للكشف قليلا عن أسرار وقع القصة في النفوس. هناك ما ورد في تقديم الزميل، هناك دراسة نشرت في هنا في عمان تتناول هذا المقدر بالذات حول مسألة التباهي، حول مسألة الذكاء السردي، حول مسألة التنفيذ، حول مسألة المتعة التي هي في صلب هذه العلاقة الموجودة بين القارئ أو القصة على الأرض. هذا القسم الأول. ننتقل الآن للقسم الثاني الذي هو القسم كما قلت يتناول التحليل. لا أظن أننا نبالغ عندما نعتبر أن حكاية سندريلا أو كما تترجم أداة الرماد، لا أظن أننا نبالغ عندما نعتبر هذه الحكاية من أكثر الحكايات الشعبية شهرة وانتشارا، إذ تبدو جذور هذه الحكاية ممتدة لتعود إلى القرن الثالث الميلادي، حيث تروي بعض الكتابات القديمة حكاية جارية يونانية في غاية الجمال تدعى رودوبيس، بينما كانت تستحم اختطف عقاب فرد من حذائها وطار به إلى أن سقط منه فوقع أمام الفرعون أهمزيس فأذهله، يعني أذهل الفرعون جمال الحذاء بمجرد أن رآه، وأعجب بدقة صنعته فوعد أن يعثر على صاحبته ويتزوجها. ثم انتشرت فيما بعد حكاية سندريلا وهاجرت إلى العديد من البلدان والقارات، حتى إننا نعد اليوم أكثر من 500 رواية مختلفة لهذه الحكاية. وقد يرجع الفضل إلى شارل بيرو عاش القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي الفرنسي لتدوين هذه الحكاية تحت عنوان سندريلا أو الحذاء الزجاجي الصغير. صدرت هذه الحكاية في كتاب بعنوان قصص أو حكايات أخلاقية من الماضي سنة 1697. ثم قلده في ذلك بعد أكثر من 100 سنة الأخوان جريم في ألمانيا، وهما يعقوب جريم ويلهلم جريم، وضمنا كتابهما المشهور حكاية جريم رواية أخرى لحكاية سندريلا، مما ضمن دون شك لهذه الحكاية البقاء والاستمرار. ولعل الروايات المقتبسة عنها والمنتشرة في الأدب الأخرى وأدب الشعب العربي بشكل خاص ترجع إلى هذه النصوص أولا. في الأدب العماني، نعد في الأدب العماني أكثر من رواية لحكاية سندريلا الأصل. نورد منها على سبيل الذكر الحصر ما جاء في بعض الكتب التي سعى فيها أصحابه إلى تدوين بعض ما وصل إلينا أو بعض مما وصل إلينا من هذا الأدب الشعبي. أولا القصص من التراث العماني لصاحبه يوسف الشاروني، المطابع العالمية صدرت عمان 87 و900. ونقف في هذا الكتاب على رواية ميمي لحكاية سندريلا موزة وزويلة، ثم سندريلا العمانية كما قصدي بمقتبسة أو مأخوذة من حكاية سندريلا الأصل. ثم لدينا كتاب آخر هو الحكايات الشعبية العمانية، جاء في أكثر من جزء لعبد الله بن محمد بن سعيد وهيبي، طبع طبعة الأولى في سلطنة عمان سنة 87 أيضا سنة 90. ونجد فيه حكاية المرأة التي زوجت ابنتها ثعبانا. نجد أيضا كتاب البصرويان والعماني حكاية شعبية عمانية
لعيسى بن محمد الشهيد، المطبعة الشرقية ومكتبة تجار سلطان عمان دون تاريخ. في هذا الكتاب نجد الكلبة الإنسية. ثم النص الذي سأعتمده بالأساس نص الديهدي، وسبق أن ذكرت وهي الحكاية الإنسية الأولى لم تنشر حسب علمي. تم تدوينها بالاعتماد على روايات شفوية منتشرة في الباطن الشمال والقرى المتاخمة لمدينة سحار بجهود طالبات كلية الرزاق. إذن اهتمام القص العماني بحكاية سندريلا وانشغاله بها من خلال هذا الكم من الروايات يبدو واضحا، فضلا عن السيارات التي ربما لا زالت تروى ولم يطلها تدوين بعد وهي ظاهرة يمكن أن نقول من الآن قد تعكس هنا ذات قافة ما استعدادا في أو لتقبل إبداع آخر. قد تعكس أيضا طاقة قادرة على هضمه وصهره بين إبداعها الخاص بحيث يتبع جزءا من موروثها، وهذا ما ستسعى او ما ستسعى دراسته الى تدينه لتكشف عن شروط تحققهم بالموروث القصصي العمومي. لم ساعتمد بالاساس قصه الديحتي كمدونه رئيسه مع المحافظه على امكانيه الرجوع الى النصوص الاخرى المشابهه كمدونه مصاحبه نستشيرها او نستنطقها عند الضروره او الحاجه، لما يساعد على توضيح بعض المسائل اثناء عمليه القراءه التحليليه. اما في الجانب المقابل فستعتمد روايتان غربيتان لبيان بعض اوجه تقارب الاختلاف، بما يسهل الوقوف على خصائص الروايه العربيه والقصه العمانيه. تبدو كل هذه الروايات المتعدده في حكايه سندريلا الغربيه منها والعربيه مبنيه على محور اساسي واحد وهو الهموم والامال التي والتنافس بين الأخوات، وهو تنافس ينتهي بانتصار البطل على أخواتها اللواتي احتقرنها. فسندريلا أو فتاة الرماد في رواية شارل بيرو هي فتاة مسحوقة تحتقرها أخواتها من أبيها وزوجة أبيها أو العمة كما نقول في عمان، التي تضحي بها من أجلهن وتفرض عليها الأعمال الأكثر وساخة مثل ظني في الموقف من الرماد. وما تعبير فتاة الرماد في الحقيقة إلا رمز يطلق على من على هذه الفتاة التي تحتل موقعا أدنى من أخواتها، يعني في صدراء الفرنسية، يعني هي التي تجلس في الموقف وتوسخ ثيابها في الرماد. وعلى الرغم من أنها تقوم بهذه الأعمال على أكمل وجه فإنه لا يعترف أحد بمقدرتها، بل على العكس لأنه تسلط عليها أشغال أقصى وأشد من الأولى. ولا يبدو وضع سندريلا العمانية مختلفا كثيرا عن قرينتها في الأدب الغربي، فهي تعيش مع زوجة أبيها بعد وفاة والدتها فتعاملها بقسوة وتضربها وتكلفها بالقيام بكل أشغال البيت بما في ذلك تنظيف السمك لكل العائلة على شط البحر. أو جمع الحطب في روايات أخرى مثل حكاية المرأة التي تزوجت ابنتها ثعبان. وإذا نظرنا للوضع النهائي فإننا لا نجد تباينا في المصير الذي سنقول إليه كلتا المترضين. فالحكايتان تختمان بزواج البطلة. بزواج البطلة من الأمير أو من ابن الشيخ في حكاية العملية مكان الأمير يعني مكان ابن الشيخ. إذن فروايتان، بل الروايات كلها تحكي الحكاية ذاتها، وهذا التشابه الطريف الموجود بين الحكاية الشعبية رغم اختلاف بيئاتها يعتبر من أهم النتائج التي توصلت دراسات الشكليين إلى الكشف عنها، مما يفترض وجود أصل شكلي سابق وثابت للحكاية أطلق عليه فيما بعد تسمية المثال الوظائفي. بموجبه ترد كل الحكايات على نفس النمط أو هي تتجانس في مسار وظائفي واحد، وما هذا المثال إلا تجسيد لمنطق يراوح
بين حالات الاستقرار وعدم الاستقرار، حيث تبدأ كل حكاية أو تختلط حالة من الاستقرار متمثلة هناك في حكاية سندريلا في عيش فترة سعيدة مع أبويه. ثم تلي هذه المرحلة مرحلة ثانية يتزعزع فيها هذا الاستقرار بمجرد موت الأم أو موت الأبوين، وتتخلل هذه المرحلة كل المعاناة التي ستعيش البطلة نتيجة اليتم وقسوة الحوادث وجراء المصاعب التي ستواجهها، ثم كل الجهود التي ستبذلها في سبيل التغلب عليها واجتيازها. ثم تفضي المرحلة إلى مرحلة أخرى ثالثة يعود فيها الاستقرار المفقود والحياة الآمنة، ويتحقق ذلك من تفويج البطل والاحتفاء به. فالحكاية إذن من منظور علمي من منظور نقدي هي ذات بنية محافظة. ما معنى ذلك؟ أي أنها تعود دائما إلى النقطة التي انطلقت منها. يعني الحكاية تبدأ بالاستقرار، يحدث أزمة، تتم معالجة الأزمة ويعود الاستقرار من جديد. وهذا يعني هذا البناء يعني من المنظور الدليلي إعلاء قيم الخير على قوى الشر. فالظلم لا يدوم، والحكاية والمتخيل الشعب يجد دائما سبيل للرفع ولرفع الظلم. وما التآلف الاجتماعي الذي يتحقق في نهاية الحكاية ويتم عبر اجماع الافراد على هويه البطل الحقيقيه وكفاءته الا انعكاسا للتصور الجماعي لما ينبغي ان تكون عليه القيم والنظم التي يجب ان تسود في المجتمع. وهنا تكمن الوظيفه الرمزيه لهذا الجنس من التدبر المجتمعات لما يترجمه من تطلعاتها وامالها. نعم، ان هذه الحكايات الشعبيه تحكي كلها حكاية واحدة. إذا توقفنا عند هذا المستوى الأول من التحليل، أي إذا اعتبرنا حصر بنيتها السلبية المجردة، هذا القاسم المشترك الذي كشفت عنه دراسات الشاملين بين كل الحكايات منفصل أساسا على المستوى اللغوي وسابق له منطقيا، لكن قد تبدو هذه الحكايات مختلفة إذا تأملنا الكون الدلالي داخلها. أي مجموع الوسائل التعبيرية المتنوعة أو كل ما يتوسل به المؤلف في كساء النظام السلبي الذي لا يعقل أن يكون أكثر من الشكل المجرد كما وضحنا منذ قليل. فالقدرة أو الكفاءة على سبيل المثال، وهي كل ما يستطيع أن يوظفها البطل للوسائل المساعدة على إنجاز ما يعتزم القيام به، هي واحدة، لكنها قد تأخذ في المستوى الجلالي صورا وأشكالا مختلفة، مثل العصا السحرية أو الخاتم السحري أو الحصان الطائر أو الكلمة السر أو سماجة الديحة كما هو الحال في القصة الأولانية. الحكاية تشبه كما تتجلى ما في هذه المرحلة وقبل الشهرة الدلالية وعاء خاويا قبل أن ينزل في ثقافة ما وقبل أن يسبغ شيء بشيء من خصائص هذه الثقافة. فيجدر بنا إذا في هذه المرحلة أن ننظر في هذه اللغة المختارة للخطاب القصصي الشحنة الدلالية ستوظفها الحكاية العمانية وتجعلها مخالفة لشقيقاتها. فالوضع الأصل للبطلتين الغربية والعمانية كما سبق أن رأينا متشابه متكامل، فهو يشكل الحد الأدنى لولاية الأحداث الرامية إلى إعادة الاستقرار في حياتي. لكن ستسلك الحكايتان مرعرجين مختلفين في سبيل معالجة هذه الأزمة. يعني الأزمة هي واحدة ولكن كيفية معالجتها تختلف من حكاية إلى أخرى. ففي الوقت الذي يختار فيه الراوي في الحكاية الغربية المرور إلى مرحلة الإعداد للحفل الذي يدعو إليه الأمير في القصر، نجد أن الراوي العماني أو الراوي العماني كي نكون عادلين أن المرأة جدة هي ذاكرة في مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بقصص جدة التي كانت تروي القصص لا وايد. فنجد أن الراوي العماني أو الراوي العمانية يدفع البطل إلى شاطئ البحر لتنظيف السمك، ويؤجل هذه المرحلة مرحلة التنافس للفوز بإعجاب السلطان إلى آونة أخرى.
انتقال سندلانة الغربية من البيت إلى القصر سيتم بسرعة ودون مقدمات. وفي التقاليد والثقافات الغربية تعد الأماكن التي تقام فيها الحفلات الراقصة إلى جانب الكنائس المناسبات التي يمكن للشاب أن يلتقي فيها بخطيبة. والرواية الغربية تشتمل على فقرات مطولة في وصف عمليات التجميل والإعداد قبل الانتقال إلى القصر. فنحن نقرأ في نص بيرون: لم تتناول الأخوات وجبة طعام واحدة طيلة يومين من فرط الفرحة التي كانت تغمرهن، وقطعنا أكثر من 12 حزاما من الكتان، وهن يردن أن يشددن بها على فصولهن بقوة كي تبدو نحيفة أكثر فأكثر. وكنا يمضين وقتا طويلا أمام المرآة إعدادا للحفل الأقصى. فإذا كانت حكاية سندريلا إذن هي قصة الزواج، باعتبار الزواج هو الغاية التي سيتضافر كل أهداف سبيل تحقيقها، فإن الرواية العلمانية تبدو أرحب من ذلك بكثير، لتتسع لأكثر من مغامرة قبل أن يبدأ الاستطلاع على أحداثها. فلنعود إلى القصة العلمانية. قلت ستقود الأحداث البطلة العلمانية إلى شاطئ البحر، حيث تعودت أن تنظف السمكات الثلاث المتوفرة للغداء، وهنا ستبدأ رحلتها في البحث عن ذاتها عندما تفاجئها سمكة البيحة وتعرض عليها إبرام عقد إطلاق سراحها وإعادتها إلى البحر مقابل توفير الغداء أو الغذاء اليومي لها. فهي تقول البنت: سامحوني على اللهجة العمانية، مرة أخرى أن الحكاية جاءت اللهجة العمانية لهجة محلية جدا. يلا هديني ولا تنديني البيت عندك عن ياكلوني، هذه سمكة تتكلم. يلا هديني لا ترديني البيت عن ياكلوني. فردت البنت: سامحيني ما رو مشاهدش، حرمت أبوي تضربني وتعذبني وما بتعطيني لا أكل ولا شرب. فقالت البيحة: أنت هديني وأنا ما أعطيش تاكلين وتشربين. فقالت البنت: كيف؟ قالت البيحة: كل ما تضربش حرمة شابوش وتحرمش بالأكل والشرب، تعالي عند البحر وقولي ديحتي ديحتي لغدوني ولعشوني، وأنا ما أعطيش كل الأكل والشرب اللي تبينه. السمكة في الحكاية الشعبية مرحلة بسيطة، هي شخصية مثل أي شخصية أخرى تشارك في الأحداث وتؤثر فيها، بل قد تلعب دورا أساسيا في توجيهها وحسم نتائجها. فهي إلى جانب الديك، أنا هناك ديك في القصة، الذي سيكشف السلطان على المكان الذي حبست فيه صاحبة الجوتي، الجوتي ذهب حذاء ذهب، بمثابة المساعد الذي تجد البطلة لديه السند الكافي لمواجهة المشكلات التي ستعترضها. إنما تقترحه الديحة هذه السمكة هو عبارة عن عقد كونتراكت، أي عبارة عن عملية تلزم الطرفين وتحدد سلوك كل واحد منهما تجاه الآخر. هذا العقد هو أيضا عقد ائتماني، أي يقوم على الكلمة المعقدة ومبني على الثقة في صدق الوعود التي قدمتها البديحة. وتجد البطلة العمانية نفسها أمام خيارين: إما الرفض، ويعني ذلك البقاء على ما هي فيه من هموم المعاناة، وإما القبول بالعرض، ويعني ذلك خرقا لعقد ضمني آخر سابق تمتثل بموجبه بتنظيف السمكات الثلاث والعودة بها إلى البيت كاملة دون نقص. ويعرضها الإخلال بشروطه للعقاب الأكيد من زوجة أبيها. إن هذا الحوار البسيط الذي عرضناه ليس مجرد حلقة عارضة وعادية في أحداث القصة، إنما هو يمثل لحظة دقيقة في مسار الحكاية، إذ بفعله تجد البطلة نفسها ولأول مرة أمام مضعرج حاسم في حياتها،
ولأي خيار تقرره تبعات ونتائج مؤثرة على واقع مصيرها، فتجازف وتختار التعاطف مع السمك. وفي المجازفة خط واضح ومتعمد للعقد الذمي الذي يربطها بزوجة أبيها، ولكن المجازفة تنطوي أيضا على تعبير عن إرادة شخصية ومستقلة. ورغبة في القطع مع الماضي وأساليبه، إذ لا شيء كان يجبر البطل على القبول بالعقد والتوقيع على العقد. هذا الموقف الذي فضلته يخرجها من دور المتلقي السلبي للأوامر والنواهي، ويحولها إلى ذات فاعلة متمردة ومتحكمة في مصيرها ومؤثرة بالأحداث ومشيئتها. ولعل أول الدروس التي نتلقاها في حكاية سندريلا هو أن أي تغيير أو تحول في ذواتنا لا بد أن ينطلق من عملية يكون مصدرها من داخلنا، فإن هذه الرغبة في التحول في الحكاية العمانية لا تتم في أجواء الحفل الرقص، وإنما بعيدا عنه. فالراوي أو الراوي يدفع البطل إلى العزلة والوحدة على شاطئ البحر في مواجهة بيننا وبين نفسها، ويقود الأحداث إلى شعاب أخرى كاشفة خلالها عن دوافع عميقة كاملة وراء إرادة البطل القوية في التحول. ولك أن الرواية العمانية تصر بذلك وبإلحاح على التأزيم الدرامي، إذ أن البطل ستواجه جراء فعلها هذا وعصيانها ثلاثة أشكال من الحرمان قبل الوصول إلى مرحلة التنافس للزواج من السلطان. أولاً الحرمان من الأكل والطعام، ثانياً الحرمان من الحرية والخروج، ثالثاً الحرمان من الظهور أمام السلطان. الحرمان من الأكل والطعام ستواجهه البطل عندما تعود إلى البيت سمكتين أو ثلاث سمكات. فتقول العامة الغداش هذه السمكة اللي غديتيها في البحر، سيري وتغديها. أما الحرمان في حرية الخروج، من حرية الخروج فستفرضه العامة عندما تلاحظ أن البيت لا تبدو عليه آثار المعاناة رغم حرمانه من الطعام، لأنها كانت تخرج خبزة إلى البحر وتنادي الريحة والريحة تعطيها الطعام. إذا لم يكن يبدو عليه الحرمان من الطعام. فاستغربت حرمة الكوب كيف أنها من يومين ما تأكل ولكن ما بين فيها تعب ولا يوع. فقالت أكيد هذه تأكل برا على البيت. فحبستها من أنت تطلع برا على البيت. أما الحرمان من الظهور أمام السلطان بإخفاء البطلة في التنور فسيتم عندما يقرر السلطان الخروج لاختيار زوجة له. فتقول العمة تخش على البنت داخل التنور لين يمر السلطان عم يشوفها وينجيها على بناتي لأنها تعرف أنها أحلى من بلدها. فسمعتها البنت وشربت من البيت وصارت تخبر المريحة اللي بتسويه حرب الدمار. في المقابل لا نعقل في مسيرة سندريلا الغربية على موقف شبيه بما شاهدناه عند بطلة من اختبار عبيص لها. الساحرة في روايتي جريم وبيرو تقدم مساعدتها للبنت من أجل أن تشارك في الحفل الرقص، منبهة إياها بخطورة النفوذ إلى ما بعد منتصف الليل وتبخر مفعول السحر جراء الليل. يعني ليس فيها هذا العمق الذي يوجد بين الأدواء رأيناه بين البطلة والسمك. فماذا تقول القصة الغربية؟ تقول وبعصاها السحرية حولت الساحرة البنت المسكينة المحرومة إلى أميرة في أبهى الخلل المرصعة بالحجارة الكريمة، ثم ناولتها حذاء من الزجاج من أجمل ما يوجد في العالم. ولما همت البنت بالركوب في العرب الآخرة أوصتها الساحرة لأن تغادر القصر قبل حلول منتصف الليل، لأن مفعول السحر سيزول بعد هذه الساعة وينكشف بذلك أمرها. إن الأشياء تتحدد مقياسة وخلافا كما يقال، ورواياتنا تشابهت تنشف بوصف الهموم ذاتها التي تعاني منها البنت اليتيمة، وذلك رغم ما يظهر
من تباين في مدى قساوة هذه الأحداث وشدتها. ولكن مجالات الاختلاف كثيرة كذلك إذا نظرنا خاصة إلى مستوى المكان التراريخ والصور التي توظفها كل رواية على أحداث مستمدة إليها من المخزون الثقافي أو الحضاري الذي نبعت منه أو من السياق أو البيئة أو الجغرافيا. ولعل أبرز عنصر في حكايتنا دون الروايات الأخرى والذي يمكن أن نهتدي من خلاله إلى الكشف عن كيفية عمل القص في المتخيل العماني مع نص الوارد من البيئة والبيئات الاجتماعية والثقافية المتنوعة وعصر البحر. ففي حكايتنا يطالعنا البحر منذ العمر ديحتي ديحتي والديحة هي سمك السلاطين ليشكل وعاء العمل لهذا من الأحداث التي تعيشها البطل وتتعاقب عليه على خلاف ما يجب الحكايتين الغربيتين. وحتى في بعض الروايات العمانية الأخرى التي لا ذكر فيها للبيئة البحرية تماما. فالبحر هنا هو الفضاء المألوف لبطلتنا تقصده كل يوم أو هكذا يبدو لإنجاز الكثير من الواجبات المفروضة عليها. والبحر هو الفضاء الوحيد الذي سيحتضن كل أفعالها وإنجازاتها في رحلتها للبحث عن الذات. فعلى شواطئه تتولد لديها رغبة في التحول، وعلى شواطئه أيضا ستواجه بإصرار كل الأزمات التي ستعترض طريقها، فتجد الطعام الذي حرمت منه في البيت، وعلى شواطئه ستحصل على الجوت الذهبي الذي سيدل السلطان ويقوده إلى التنور الذي حبست فيه، وأخيرا على شواطئه سيغسل بطنها من المالح والسحر ويحشى ذهبا وجواهرا، ثم تستمع فيه إلى آخر النصائح الفضيحة وتوصياتها التي ستتوج بفضلها. مما لا شك فيه أن هذه العناصر المساعدة على تحديد مصدر هذه الرواية التي نستشف من خلالها تأثير البيئة الجغرافية الساحلية في نسج الأحداث. وجغرافية عمان يمتد خطها الساحلي عدة مئات من الأيام، مما يساعد على تحديد مصدر هذه الرواية بين الروايات العمانية الأخرى مثل حكاية موزة وزوينة على سبيل المثال التي ترسل فيها البطلة إلى البحر لتنظيف السمك، وإنما لا ترسل فيها إلى البحر لتنظيف السمك وإنما إلى الغابة لجمع الحطب، حيث يبدو تأثير البيئة الريفية واضحا. فتطلب العامة من موزة تقول لها عليك أن تذهبي لكي تحضري حطبا لا من الشمس ولا من الظل ولا من الأعوج ولا من المستقيم ولا من الأخضر ولا من اليابس ولا من الكثير ولا القليل ولا من القصير ولا الطويل. وقد نجد بعض الروايات الأخرى تأثير البيئتين معا. والبطلة في حكاية مار التي زوجت ابنتها في عمان ستجد البطلة المساعدة الأولى من عروس البحر، ستقول لها سأدلك على من يحضر لك أو يحضر لك هذا النوع من الحطب، اذهبي إلى تلك الشجرة وستجدين ثعبانا ينتظرك. لكن البحر في روايتنا يكاد يكون الفضاء الوحيد والإطار الكبير لأهم الأحداث والمكان في بناء القصص أو الرواية ليس بمثابة الرعاع أو الإطار العرض التكميلي للأحداث، بل إن علاقته بالإنسان علاقة جوهرية تلزم ذات الإنسان وكيانه. فالعناصر الطبيعية كالماء والنار والهواء لا تلد كإطار غير المعنى، بل كثيرا ما تكون مشغولة بالدلالات إذ يكسبها الإنسان هذه المعاني من خلال تجربته الحسية الخيالية أي الشعرية كما يرى الفيلسوف الفرنسي جاستون باشار. نعم، إن البحر في الأدب العماني منبع الخيرات والثروة، وهو مصدر للرزق والعطاء كما يكتب ذلك الشطر بن شرف الموسوي في دراسته الفنية القصة القصيرة في عمان. هو بديل للأم المفقودة التي توفر لابنتها حاجتها من الغذاء أولا، وهذا لا يحتاج إلى تأكيد في حكايته. البطلة ستعود إلى البحر كلما شعرت برغبة في الماء، كما قد يرمز الماء إلى السيلان أي الحركة الدائمة، كما يعني الخصوبة والأنوثة. قرب الماء وحول الماء تنشأ العلاقات وتبنى فعلى الشاطئ البحر ستبنى العلاقة الرابطة بين البطلة والسمك،
وهي علاقة ثقة ووفاء لوجود المقام. وحول حوض الماء سيتم التعرف على صاحبة الجوشي الحقيقي، وتبدأ علاقة البطلة بالسلطان، فهو يأثر على الجوشي ويخرجه من داخل جوف الحوض. تقول الرواية: دخل السلطان عصاته وطلع الجوشي. أيضا في حكاية سندريلا، في حكاية سندريلا العمانية، فيروى أن بدويا شابا مر بالقرية في إحدى الأمسيات، فعرج على بيت العجوز يطلب ماء ليرتوي، فلمح الفتاة فأعجبته وقرر أن يتزوج منها، وأفصح للعجوز عن ربته وشخصيته، فإذا هو ابن شيخ قبيل. نعم، كل هذه المعاني موجودة وواضحة للعيان، لكن ماذا عن المعاني الباردة؟ في رواية الشيخ والبحر للأديب الأمريكي الشهير إرنست هيمنغواي، يخوض الصياد العجوز معركة شرسة ضد البحر، ضد سمك القرش، ويتواصل صراعه لأيام وليالي، يواجه فيها الموج، يواجه فيها الجوع والعطش والإرهاق، قبل أن يعود إلى الإناء، وهو يسحب بقارب الصغير ما تبقى من هيئة السمكة الكبيرة التي اصطادها بعد أن أتى عليه سمك القرش. فالذي تطرحه هذه الرواية هو قضية الوجود، وموقف الإنسان في خياره، وموقف الإنسان وخياره وخياره إزاء هذا الوجود، وليست مجرد حكاية لصياد يقتات من السمكات الصغيرة التي يصطادها من حين لآخر. وفي حكايتنا نحن، ولنقل لأجناس أدبية عمانية أخرى نثرية وشعرية كما شار إلى ذلك كثير من الناس، يبدو البحر عنصرا مهما محملا بدلالات عميقة يجب ربما البحث عنها في علاقة الإنسان بذاته وفي بحثه الذات مع تحقيق هذه الذات عبر المواجهة مع الآخر. والجوتي الآن، الجوتي أو الحذاء الذهبي، من الصور التي حافظ عليها القصر العماني مقلدا بذلك الرواية الألمانية الأخوين جريم بالدرجة الأولى، والرواية الفرنسية لشارل بيرو بالدرجة الثانية. إذا أن هذه الرواية الأخيرة فضلت أن يكون الحذاء المزعوم بالزجاج، لكن ومهما تكون نوعية المادة التي صنعت، فإن الوظيفة التي أسندت إليه والرموز التي ينطبي عليها في الحكاية بقيت بذاتها في مختلف الروايات، إذ سيظل على الدوام الوسيلة الوحيدة، الوسيلة نحو الوحيدة للتعرف على هوية البطل المجهولة. يرمز إلى الفضيلة ويرمز إلى الجمال الفائق كما هو دارج في المجتمع الصيني القديم. لكن الرواية العمانية سكتت عن مكان وحكم الحلال من أحداث، أو لنقل هي ذهبت بشأنها. ففي الرواية الألمانية تجد الكثير من الفقرات التي تصف أساليب التحير التي تلجأ إليها الفتيات كي يلائم الحذاء قياس أرجلهن، إلى درجة أن بنتا من بنات العامة تقطع إصبعها بإعاز من أمها حتى تدخل رجلها الحذاء دون عناء، فتقول الأم للبنت: اقطعي إصبعك فلن تحتاجيه بعد اليوم، فعندما ستصلين أميرة ستحملين على هودج ولن تضطري إلى المشي على قدميك. هذا الاقتصاد أو هذا التعفف في الوصف الذي يسهم القصة العماني في بعض مراحل الحكاية، وقد رأيناه أو رأينا شيئا منه في وصف عمليات التجميل، سيناقضه توسع وتفضيل في مراحل ومواقف أخرى، كما سيحدث في المرحلة التي تسميها أدبيات الشكلين باختبار المواجهة أو الجزاء، وهي المرحلة التي تكتمل فيها الحركة التي للحكاية وتعود فيها الأحداث إلى نقطة الانتهاء، أي إلى الاستقرار الذي فقد لها. وهذه العودة إلى الاستقرار متمثلة في زواج البطل بالأميرة أو السلطان وبداية حياة السعيدة. وفي رواية بيرو تؤخذ سندريلا إلى القصر بعدما ألبستها الساحرة أبهى الفساتين وزينتها، ووجدها السلطان أجمل من قبل، وبعد أيام قليلة تزوجها. في رواية جريم كذلك تعيش البطلة نهاية سعيدة، سيحملها الأمير على فرسه ثم يتزوجها على أيام قليلة. أما في الرواية العمانية فإن الأمر لا يتم بهذه البساطة،
وما سيحدث بين البطل والسلطان في ثاني لقائهما داخل القصر. هذه المرة يستدعي الانتباه والوقوف قليلا لفهم دلالات العمل. تقول الرواية الألمانية: وقبل الزفة ركضت البنت حال البدعه وقالت لها: بتحكي بتحكي لا سوي سحب مالح، لان العامه ارادت ان تغش البطله فاخذت تحشو بطنها بالسحب المالح. فقامت البدعه وطرت لكن البنت ونظفتها من ذلك الاكل كله، ان تنظف بطنها من السحب المالح وترسلت لها بطنها بذهب وجواهر ولؤلؤ وياقوت. وقالت لها: يوم بتصيرين عند ريمش قويلة فرش الباب وزرعينا كلنا كم شيئا. ويوم وصلت العروس عند السلطان قالت له: افرش الباب وصبت كل او صبت كل شيء زين. الحكايات والخرافات تصور لنا عالما مليئا بالخوارق وتلجا الى العجيب الذي يتناخى مع العقل. فلا وجود لسمكة عاقلة تعي وتقدم الوعود في العالم الحقيقي، كما لا وجود لبطلة يخرج من بطنها ذهب وياقوت ولؤلؤ ومرجان، وإنما هي رموز ممثلة للغة إنها دلالاتها الخاصة داخل الإطار الذي وردت فيه. ولا تدرك هذه الدلالات الوقوف عند المعنى الضامن المباشر، وإنما بمحاولة اكتشاف ما وراءها من ألغاز. سنحلل قليلا. يتعرف السلطان على البطلة أول مرة عندما كانت محبوسة داخل التنور. يعني العمة أخذت البنت عندما كان السلطان ظالم فأخذتها في التنور حتى يراها السلطان. إذا يتعرف عليها أول مرة عندما كانت محبوسة داخل التنور فتاة أخفتها زوجة أبيها وأردها أن تتوالى عن أعين السلطان كي لا تنافس بناتها. فهو يتعرف إليها إذا من خلال شكلها الخارجي وكما هي في الواقع. هي فتاة تعاني من القسوة والحرمان، فلا يحمله كل ذلك على النفور منها، بل بالعكس سيقبل بها ويتقدم لخطبتها. ثم يأتي لقاء الثاني داخل القصر هذه المرة، لتظهر البطلة أمام السلطان بوجه آخر مخالف تماما للأول، فتدعو السلطان إلى بسط ردائه ثم تصب له من فمها الذهب والجواهر والياقوت والفضة. ولكان أن الحكاية هنا أرادت أن تؤكد بذلك على أن التعارف لا يمكن أن يتم ويتحقق إلا إذا هو استجاب لطرفي مقولتي الداخل والخارج أو الظاهر والبطن. فنحن نجد أنفسنا هنا أمام سورة تفردت بها الرواية العمانية وألحت عليها لأنها اختارت منعرجا أخيرا لم تهتد إليه الرواية الأخرى، مضيفة لذلك بعدا آخر إلى شخصية البطل وملمحة لذلك إلى ما قد يتخيله المجتمع من مقاييس لتحديد قيمة الإنسان. ومن أن هذه القيمة تتحدد بما في داخل الإنسان من معدن خالص، ثم إن هذه القيمة لا تتحقق إلا إذا واجه الإنسان ما يعترضه من أزمات وتعامل معها على أساس تطوير ذاته. مقولة الظاهر والباطن هذه لم ترد عرضا، بل هي حاضرة في حكايتنا وتتكرر في أكثر من موقف. فمن باطن البحر تخرج السمكة العجيبة، ولا يأتي معها الأكل والشرب وحسب، بل كل ما سيساعد البطل على إثبات ذاتها، مثل ملء بطن البطل بالذهب والياقوت أو الحصول على الهود. وهذا الهود أين سيؤثر عليه؟ سيؤثر عليه كذلك داخل الحوض. والبطلة نفس معنى، من أين ستخرج أول مرة؟ ستخرج من داخل النور الذي حبس فيه. لا يمكن أن تنغلق الحكاية هنا مكتملة بذلك ذواتها حول الجوار الدنيا المحرم. فزواج البطلة بالسلطان من ناحية وشعور زوجة الأب بالقاهر من ناحية أخرى يمثلان الخاتمة المعروفة بتقاليد السعر الشعر. فالحكاية تقول بالعبارة: وعجبت السلطان وحبها وعاشت معاه في هنا وراحة وانتهى.
قاعد الحرب الجبول يوم آخر تستوي. لكن الحكاية تنتهي من جديد. يقول وبعدين طمع أخوه وقال عيلنا بأخذ أختها يمكن تطلع شرواء. إذن أخو السلطان يريد أن يأخذ بنت من بنات العم. هذه النهاية الوهمية التي سرت عن مجال حلقة أخرى تضاف إلى حلقات الحكاية تعكس صورة في تقنيات السرد المحددة لدى الشعب العماني مقارنة بروايات أخرى. فالبطل الزائف لا يستطيع أن يفلت من قدره وإن أصعبته الأحداث في بعض الوقت فهي تمهله ولا تهمله. وإن رواية بيرو تنتهي بهذه العبارة في رواية بيرو ركعة البنتان أنها سندريلا وطلبت العفو لما بدر منهما من معاملة سيئة ولما ألحقته بها من الألم. فرضيت سندريلا التي كانت طيبة أو كانت طيبة قلبها طيبة بمقدار جمالها ودعتهما إلى الإقامة معها بالقصر ثم زوجتهما في اليوم نفسه بسيدين كبار الأسياد من كبار الأسياد وعفوا من كبار الأسياد في عشية السلطان. فروح تسامح هذه السائدة في خاتمة رواية بيرو مفقودة في كل من رواية الأخوين غريم والرواية العمانية اللتين ستهيئان للبطل الزائف نهاية أليمة. أقول البطل الزائف أحكي عن البنت التي ستأتي فيما بعد وتريد أن تلعب أيضا دور البطل. فهذه القصيدة ستفاجئ السامع المتلقي. ففي رواية غريم نزل الستار بهذه الخاتمة. بينما كان موكب عروس سيد يتجه إلى الكنيسة، البنت الكبرى تمشي على يمينهما والصغرى على يسارهما. جاءت الحمامات وفقعت لكل منهما وفقعت عينا لكل منهما. وأثناء العودة من الكنيسة بينما كانت الكبرى تمشي على يسارهما والصغرى على يمينها جاءت الحمامات من جديد وفقعت العين الثانية لكل منهما. وهكذا نالت البنتان العقاب في 9 ساعات بسبب أفعالهما الخبيثة وفقدتا البصر حتى نهاية أيامهما. أما في رواية عمانية أو في عدد منها على الأقل فيلقى البطل الزائف مصيره لمح عليه ولكن بطريقة مختلفة تصبح فيها سخرية الأحداث ثم سخرية الآخر مضاهية لأقصى العقوبات التي يتم تسليطها عليه. ويتضح ذلك أكثر جلاء في المرأة التي تزوجت ابنتها العماني. فالأم التي سيغلبها الطمع بعد زواج البطل ستدخل ابنتها غارة ثعبانا ظنا منها أن الثعبان سيتحول إلى أمير وأن الغار يتحول إلى قصر مثل ما حدث تماما مع البطل. وستردد طوال الوقت الذي كانت تصيح فيه ابنتها من آثار اللدغ داخل الغار صرخ وزيد صرخ. ويبدو أن العبارة تصور العماني بتشديد الواو معنيين. الأول من السياق وهي صناعة الحد أي أعطيها من الذهب والمسوخ. أما المعنى الآخر فهو اللدغ ولكنها ستكتشف في صباح الموالي فضاعت التصرفية وقومنا تسببت فيه لأن لا تجد جثتها جثة آمنة. فالأحداث هنا تضيف إلى قسوة الموقف سخرية المجموعة من تخدعه نفسه ويعتقد أن النجاح أمر ممكن باتباع التحيل والغش. فالموت هنا بالمعنيين الحقيقي والاجتماعي هو القصاص الوحيد الذي لا تجد الحكاية العمانية بديلا عنه للتمييز بين من كان صريحا مع ذاته مثل البطلة ثم من تعلق بظاهر الأشياء مثل الأم وبناتها. ونلامس الأسلوب نفسه متابعة في حكاية الديحة إذ تروي لنا أن أخ السلطان رغب في زواج الأخت البطلة. ويقول بعدين طمع أخوه وراح يخطب الأخت وفرحت حرمة الفوق قالت مهر مثل مهر أخته على أمل أنه يتحول لولو مرجان. وقامت دعس البنت المسكينة بمانع وسحر. والبنت تصرخ والأم تقولها كلها حالش مثل حال خيطش. ويوم وصلت بيت رجلها فرش لها القردان ولكن بدل الجواهر واللؤلؤ زاعت لها كل الاكل اللي امها دعستها بيه. وردها المعروس في اهلها
وقال لها سيري عند امك او عند ام الشيخاي الخايسه، سيري عند ام الشيخايسه. اذا ترضع هنا ايضا مثل القهر الذي تشعر به الام والاهانه التي تتعرض لها الخايسه، العقاب الاشد. والموت الحقيقي هنا نابع عنه ايضا الموت النفسي او الموت الاجتماعي، وكان كل ما تحقق كل هذا ما تحقق الا ليؤكد من جديد على ما ينبغي ان تكون ان يكون عليه البر من صفات يكون فيها جمال البر ونقاء الجوهر في متخيل المعامل الروماني المحدد الاساسي لقيمته في السلم الاخلاقي والجميل. هذا النص التحليل يعني في عجاله فقط في حوصله. إذا شغل القصر العماني بهذه الحكاية لموضوع القصص الإنساني بشكل مميز وخصها بأكثر من رواية، فربما لأنه أنس فيها بعض الإفرازات الجوية الخاصة ولتصوره للذات والوجود، ثم أضاف إليها من العناصر المقتبسة من جوانب التاريخ والديني والثقافي ما قد يساعد على توضيح هذه الرؤية وتجسيم تطلعات الذات الجماعية. فشخصية البطلة اكتسبت في الحكاية العمانية أبعادا أخرى لم تكن بقارناتها، فتعمقت أزماتها النفسية والاجتماعية وصار لوجودها معنى أوسع وأوضح، فقد تمردت على الوضع الذي فرض عليها عندما تهيأت لها الظروف، فبادرت ثم ثابرت في سبيل حلها مكتسبة المزيد من الثقة في كل مرة إلى إثباتها. إن المثال الذي عرضناه يكشف عن صورة من صور المثقفة أو بالأحرى التفاعل الإيجابي بين البيئة الثقافية والأدبية العمانية والبيئات الثقافية والبيئات الثقافية والأدبية الأخرى، فهي أظهرت نضجا قد يعصر تلامسه بأجناس أدبية أخرى، مما يمكننا من الجزم بأن ليس هناك نقل أو محاكاة للنص، بل هناك اقتباس وصياغة جديدة شملت الأدبية والمضامين بدرجات متفاوتة. وبفضل هذا ارتقت في تقديري إلى مستوى النموذج الذي يضعنا وجها لوجه أمام الإشكالية الخطيرة من إشكاليات واقعنا اليوم، ونحن نعيش في ما يطلق عليه بعض المفكرين أو يطلق عليه بعض المفكرين الوثنية المعاصرة، وهي المتمثلة في هيمنة التلفزة ووسائل الإعلام وانتصار السوق والكوكاكولا والديزني لاند. أتوقف عند هذا الحد والعفو إذا أطلت فكان الموضوع يقتضي ذلك، وشكرا جزيلا. هكذا إذن قد حضرنا الأستاذ أحمد مع يحكي في أجواء جميلة وهي خليط بين أدبين الأدب العربي والأدب الحراش المقارن، وذكرنا بأشياء كما أنه أيضا أضاف إلينا قصة لم نكن نعرفها، والآن أثبت أنها لم تنشر كما أشار في بحثه حيث استفاد مما جمعت مخالفاته في الكلية. وشكرا جزيلا له على هذه الأمسية. في هذا الوقت ممكن أن ندعكم تسألونه إن كان ثمة تساؤل معكم. أولا شكرا جزيلا للدكتور أحمد على هذه المحاضرة التي أتمنى أن تكون الرأي أنها ثرية جدا وممتعة للغاية. بالنسبة لي استمتعت إلى مستمتع بهذا التحليل، وعندي تعليق وسؤالين. أولا تعليق، لاحظ يعني ولعلكم لاحظتم معي بقصة سندريلا في جميع نسخها العمانية والغربية أنها تشترك في هذا القاسم الحقيقة المشترك بين كثير من القصص الشعبية، هو أن الشخصية فيها وهي غالبا تكون شخصية طفل أو على أعتاب الشباب، يعني الطفل يودع مرحلة الطفولة، لكن هذا الطفل يترك لمصيره بدون أي توجيه من الكبار. يعني في معظم القصص الشعبية يكون البطل فيها أو البطلة
مستقلة تماما عن عالم الكبار، إما لأن الكبار تخلوا عنه مثل قصة سندريلا، أو لأنه ضاع عنهم بطريقة أو بأخرى مثل قصة سنو وايت مثلا، أو قصة الأخوين الذين وجدا بيت الشوكولا فبدأ يأكلان الشوكولا ثم وجد الساحر الشرير في داخل البيت. لكن الحل الذي سيساعد الأطفال في عبورهم إلى عالم الكبار يكون غالبا حل سحري. فسنو وايت تجد الأقزام السبعة والسحر إلى آخره، وكذلك سندريلا تجد يعني الساحرة الطيبة في النسخة الغربية أو سمكة الفيحة في النسخة العمانية. فهناك حل دوري أن يكون سحري، لكن هذه اللمسة السحرية تكون متقبلة في القصص الشعبية ويتم قبولها باعتبارها يعني شيء متقبل ومرغوب فيه. ما دام الكبار قد تخلوا عن مسؤوليتهم الحقيقية، إذا السحر سيكون هؤلاء الأطفال في مسيرتهم في ذواتهم أو في جهة السعادة أو يعني حيث ما كان. وهذه القصة أيضا يعني تذكرني بقصة ربما تشبه يعني في بعض بناها السردية، قصة ذات الرداء الأحمر أو التي تعرف يعني عند ترجمتها في الأدب العربي بليلة والذئب، وهي قصة مهمة جدا من القصص الشعبية وفيها دراسات كثيرة يعني، وكثير من هذه الدراسات يعني تؤكد قصة الحقيقة ليست للأطفال، هي قصة للبنات خاصة لتحذيرهن وهن على أعتاب مرحلة الصبا من الذئب الرجل بين قوسين متربص بها في الغابة وكذا. وفي النسخة الأصلية من قصة ذات الرداء الأحمر رموز جنسية كثيرة تم حذفها فيما بعد عندما هذبت القصة في نسخ جديدة إلى آخره. لكن أريد أن أقول أن في القصص الشعبية العمانية هناك قصة تتشابه نوعا ما مع قصة ذات الرداء الأحمر، لكن البطلة فيها غزالة وهذه الغزالة يعني تمشي وتولد، فمعها أولاد كثيرين جمعتهم، لكن الذئب كان يتربص بهؤلاء الأولاد، فقلد صوت الأم وقلد هيئتها وطرق الباب على هؤلاء الأطفال، فظنوا أنه الأم كما ظنت ليلى أن الذئب هو الجدة، ففتحوا للذئب الباب فابتلعه. وكما حدث في بعض الروايات ذات الرداء الأحمر حدث أيضا في هذه القصة العمانية، إذ جاءت الأم وسدت قرونها وفتحت بطن الذئب وأخرجت ابنائها سالمين كما حدث في بعض الروايات ذات الرداء الأحمر المهذبة، لأن في الرواية القديمة لم يقل أحد يعني الذئب أكل الجدة وأكل ذات الرداء الأحمر. روايات مهذبة أن الصياد أنقذها وفتح بطن الذئب أيضا بأداء حاجة أو بقرون أو وهكذا. بالنسبة للسؤال يعني ما رأي الدكتور في الرأي الذي يقول إن في كثير من القصص الشعبية يتكرر ذكر العمة أو زوجة الأب خوفا من ذكر الأم وليس بال يعني لأن الحقيقة المقصود هو أن الأم قد تكون على هذه الدرجة من القسوة، لكن القصة الشعبية لا تستطيع أن تجاهر بهذا الرأي الصادم، فتلجأ إلى يعني اتخاذ شخصية زوجة الأب قناعا للأم. السؤال الثاني هو أنك قلت أن هناك نوع من الاقتباس وأن الرواية العمانية قلدت الرواية الغربية لكن أضافت إليها ما يناسب بها إلى آخره. وسؤالي هل إذا ترى العلاقة أنها علاقة يعني نقل أم علاقة تناصر مفتوح؟ يعني هل يمكن أن نثبت أن هناك نقل فعلاً للقصة الغربية في البيئة العمانية، أم أن كثير من القصص الشعبية في العالم تتشابه في يعني في بعض معطياتها بشكل أو بآخر؟ شكراً. طبعاً لا تفضل أستاذ يحيى، تفضل أستاذ يحيى الجامعي. بداية شكرا لك سيدي على يعني أعدتنا إلى زمن جميل. في الحقيقة لدي سؤالان. السؤال الأول يعني عندما استفتحت المحاضرة الممتعة ذكرت بأن العرب يعلون من يعني من شأن المنظوم على حساب المنثور، فإلى ما يعزى هذا برأيك؟ السؤال الثاني يعني
وانا استوحيت من سؤال ايضا اختنا الدكتوره جوخة، يعني هل اللجوء الى 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 الى, إلى, إلى عاصم من 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 الشر، يعني الى كما في القصه الذي ذكرتها الى السمكه، يعني هل هو عباره يعني عن قناع لان الام تمثل قوه ناعمه ان شئت، وبالتالي يعني لا ينبغي التعريض بها يعني بما تمثل من رمزيه او بما تمثل يعني شيء الذي ينبغي يعني الحفاظ على الصوره المتخيله او الصوره المعروفه النمطيه مسبقا ما هي تمثل قيمه الرحمه وقيمه كذا، وبالتالي يعني عندما تتحول يعني من يجب ان يعني يمارس الرحمه الى القيام بممارسه البطش. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل لجوء الى السمكه مثلا يعني كرمز عن العجز، يعني عن مواجهه الواقع ومواجهه يعني بطش القوه والسلطه، وبالتالي اللجوء الى يعني عدو متخيل مفترض؟ شكرا. تفضل. شكرك اول دكتور على هذا الصور الرائع. طبعا ليش بس عشان هو شكل السؤال المهندس هيثم الحرب. فالسؤال هو بما ان اصل هذه الروايه غربي، وكما ذكرت انت ان العرب كانوا يعني ينبذون او يرفضون النثر او لا يقبلون النثر كما يقبلون الشعر، فهل قوبلت هذه الروايه بالوسط الثقافي العماني في ذلك الوقت بردات فعل رفض او نثر مثلا؟ هذا هو السؤال. تفضل. لذلك أشكر الدكتور أحمد على هذا الخطاب الرائع في يعني جانب مهم من التراث العماني، جانب القصص الشعبي والقراءة التي قدمها كانت قراءة رائعة، يعني تجعلنا فعلا نفخر بموروثنا وإن كان شعبيا. عندي ملاحظة ثانية دكتور، الملاحظة الأولى في القصة العمانية نجد الانتقال من العالم الطبيعي إلى العالم الخيالي انتقال مباشر، لا يحتاج إلى وسيط بعكس القصة الغربية. القصة الغربية تحتاج إلى وسيط الذي يتمثل الساحرة لكي تغير من طبيعة الأشياء، بينما في القصة العمانية الحديث للسمكة مباشرة والسمكة تقوم بالفعل. فالانتقال من الحالة الطبيعية التي لا تتكلم فيها السمكة للحالة الخيالية التي السمكة تكون فيها كأنها شخصية حية هو انتقال تلقائي لا يحتاج إلى وسيط. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، تحدثت عن أصل قصة سندريلا العالمية وانتقلت من العالم يكون أصلها يوناني. شخصيا استشعر بأن أصلها مسيحي ويبدو ذلك في علامات كثيرة. أولا هناك في شيطنة للمرأة، لاحظ أن المرأة هنا تبرز بصورة سيئة، صورة الساحرة وصورة العمة وصورة الأخوات. الشخصيات الشريرة هي شخصيات نسائية، بينما الشخصيات التي تنقل الموقف هي شخصية الرجل، وهذا طبعا الفكر المسيحي قائم على هذا الأساس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قصة العصبة من الأخوات التي تحارب الأخت اليتيمة، هذا من تجلياتها في قصة سيدنا يوسف، يعني الذي يتم حرب من قبل إخوته. فهذا شعور يعني عندي بأن القصة في حقيقتها هي أصلها نسيحاني أكثر من كوني الآن. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
في البداية أشكر الدكتور على هذه الورقة الرائعة. فقط أحببت تساؤل حول مسار التأثير والتأثر، أو ما هي المسار التي جعلت من سندريلا الرمز، جعلت منها أيضا رمزا في الروايات العمانية. وأيضا شق آخر من السؤال، زمن الروايات أو زمن كتابة أو رواية هذه الروايات العمانية، هل كان قبل أن تأتي ثقافة التلفزيون أم أنها كانت سابقة بهذا الأمر؟ هذا سؤال أخير نكتفي بهذه الأسئلة ويبدأ الدكتور في الإجابة. شكرا على هذه الأسئلة التي تدل على اهتمام. يكفي أن هذا العرض رغم طوله قد أثار بعض المسائل، و سنمكنني ربما من إجابة عما فاتني أنا دراسة نوع، لما أكون قادرا على أن أتي على كل شيء فيما يتعلق بالأدب الشعبي العماني وحتى هذه القصة ذاتها. صحيح بالنسبة للدكتورة جوخة، يعني الدكتورة جوخة إلى محضرها تهتم بمسائل يعني تهتم بهذه المسائل، وأنا أدرى من هذا لأن يعني أتناقش كثيرا في أرقة قسم اللغة العربية حول مسائل الأدب للأطفال بشكل خاص. يعني ف طبعا أنا أعتقد أن القصة للأطفال هي عالم سحري من بدايته إلى نهايته، يعني مثلما يقول بعض التدريسين يعني البدر يعتبر عليه أثر الزمن، يعني هو دائما مضطرب ولا تؤثر فيه الأحداث، وهو دائما منتصر، والشخصيات في القص الشعبية مثلما يقال هي شخصيات جاهزة، والحلول هي حلول سحرية لأن الأدب موجه إلى الطفل أولا، وقد طرحت ربما بعض القضايا التي تتعلق به، لأنه فعلا قصة سندريلا هي قصة مرجعة يعني مخيفة بالنسبة للأطفال على الأقل، يعني الطفل يواجهه في بداية القصة بموت أمه، هذا فظيع يعني موت الأم، ولكن يعني حتى أنه بعض الناس بعض الدارسين يقولون ما جدوى هذه القصص التي ربما تربط الأطفال وتواجههم دعما في المواجهة مع الموت، وهذا ليس هذا المطلوب، ولكن تبقى دلالة رمزية للحكاية، وهو كيف أن البطلة رغم ما ستلاقيه من مشاكل وما ستعاني منه هي في النهاية تتغلب على كل ذلك. يعني فقلت في كتاب البحث القصة هي رمز لتغلب أو لانتصار قوة خير على قوة الشر. فالعلم لماذا العلم هو لا أظن أن بس مسألة عامة، وإنما العلم جاءت لتبرر فكرة ما يسمونه تقريبا برودر سيستر سندروم تقريبا، يعني هي ونجد هذا في القرآن، حتى في القرآن في قصة يوسف يعني صراع الإخوان، ولكن الحكاية العجيبة جاءت بهذا الموضوع مع شيء من اللطف، عوضت هذا الصراع، يعني صراع بين الأخوات والإخوان، يعني عوضته بالعمى، يعني العمى هنا كان جيء بهذه علة لبيان هذا الصراع الذي يوجد في النصوص الدينية، يعني في مسألة الصراع بين الأخوات، وقصة يوسف هي في القرآن دليل واضح على ما يمكن أن يوجد من صراع ومن عنف في العلاقة بين الإخوة.
أظن بالنسبة إلى العامة على الأقل يعني هي تبرر ربما هذا العنف الذي يوجد من خلال التنافس بين الأخوات، وهذا العنف الذي ستواجهه البطل. حول الاقتباس دون شك، يعني أنا رأيت أن القصة فيها الكثير من الإضافة، القصة يعني تختلف في بنائها في مضمونها أيضا، لأن القصة العمانية أعطت حجما أكبر لعمقت أكثر أزمات البطل العماني. يعني في القصة لو قرأتم قصة سندريلا الروب، يعني هي قصة أبسط من هذا بكثير. يعني القصة العمانية لا، يعني فيها عمق للأزمة وفي نفس الوقت فيها تصوير لشخصية متمردة، يعني البطلة العمانية متمردة أكثر من البطلة الفرنسية أو الألمانية. فيها تمرد، فيها إصرار، وفيها هذا الإلحاح كما قلت على مقاييس الجمال. يعني مثلاً عند في القصة الغربية لا يوجد كثير ما عدا ربما الاعتناد بالظاهر، يعني كيف كانت الفتيات ينشطن شعورهن، ثم كيف كانت سندريلا هنا تزين هذه ثم تزين ذلك تجمد تلك. فهذه أشياء كأن القصة العمانية من الناحية الأخلاقية، يعني عندما قلت عففت بمعنى اعتبرت هذا من الميلان الخاص، يعني فلم تتطرق لديه بالوعي. فبدت لي القصة العمانية هي نموذج لنوع طبعا نوع من التناس، ولكن التناس مع إعادة الكتاب، يعني لم يكن هناك أخذ. ربما القصة هي نفسها كما قلت، ولكن وكل القصص تتشابه، لأن القصص مثلما قال زار طماني الحب ليس رواية شرفية لخاتم هذا إلى زوج الأبطال، يعني فهناك أيضا شيء من ال من المأساة أيضا. ليست كل القصص تنتهي بالزواج، يعني وفي القصة العمانية هناك نوع من الإنجاز في هذا المجال. في بالنسبة للأستاذ يحيى، نعم المنظوم والمنثور، هناك يعني هناك حتى الشد من القصاص، وكان يمكن أن استعرض بعض القوي مع الأقوال والتي تبين ذلك. يعني عند أظن في عند ابن رشيق يقول ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشوره ولا ذاع من الموزون عشوره. ثم نسمع يعني في بعض ايضا العلماء الذين كانوا يسبون، يعني ابن نديم ذاته لم يعرض كتاب الف ليله وليله اي اهتمام، يعني لم يكن يهتم به باعتبار كما قلت صدق الكذب، و الكذب في المنثور في القصه اعتقد على انه كذب اخلاقي، يعني فيه نوع من التعب شوية من النص لدينا. يعني حتى البعض يقول لو جلسنا قصا ما حصلت منه على شيء، بينما عندما تجمي السوء إلى فقيه فباعتبار أن القص هو شيء يحيل الإنسان عن، فهذا ربما في مرتبط بالذهنية. اللجوء إلى سمكة في رأيي، وهنا أعتبر هنا قصة
العمليه يعني اكاد اقول استعمل العباره تعميل بالمفهوم، مش بالمفهوم السياسي او المفهوم الاداري، وانما تعميل بالمفهوم الثقافي. يعني المتخيل او المخيال العماني عمل هذه القصه، يعني جعل منها قصه ثانيه. لماذا البحر او لماذا المداح؟ لان العماني متاثر بالبحر كثيرا، العماني يعيش مع البحر، وضمن علاقه البطله بالبحر هي علاقه تكاد تكون يعني مصيرها هو في طوعة البحر، يعني جعلت البحر طوعا لإرادتها. يعني وأظن هذا في صلب العلاقة التي توجد بين العماني والبحر منذ غابر الأزمان. يعني فالقصة ليس من سبيل الصدفة، وأني تتناول قضية البحر في البحر. وأخيرا يعني أظن يستحقني على أن أنهي في أدب. طبعا كان هناك نقطة تحدث عن الأستاذ زكريا تقريبا، يعني عدد أدب نخبة. يعني أنا أتحدث عن الأدب لأرفع مسألة أنه هذا أدب دني وهذا أدب نخبة. ليس هناك أدب نخبة يسميها بعض النقاط هذا الجنس من الأدب يسميه أو بالترجمة يعني يسميه فورم سامج، بمعنى الأشكال الأولى أو الأشكال البسيطة دون استنقاص في قيمة هذا الأدب، ولكن يستعمله هذا كي يبين أن ما جاء في القصة أو ما نتولد عن ذلك في القصة في الرواية هي أدية في الحقيقة من نتطور عن جنس هو جنس القصة أو الحكاية الشعبية. يعني الحكاية الشعبية هي التي أعطت تطورت إلى قصة أدبية تطورت إلى رواية. فلا أظن أن هذا الأدب ينقص من النضج، يعني ليس فيه من النضج الذي يجعله دون ما يسمى أو ما يعرف بأدب النخبة. يعني هو أدب له خصائصه وأسسه وهو أدب قائم بذاته. ويعني عندما تكلمت عن الشعوب الغربية التي ثمت في هذا الأدب من زمان ليس من باب الصدفة. الأصل المسيحي للحكاية قد يكون، ولكن أنا في قصة بيرو رأيت فيها مسحة مسيحية، روح التسامح هي روح مسيحية. في القصة العمانية لا يختلف، ولكن هم رائعين. نجد أيضا في القصة الألمانية هل هي أقل مسيحية؟ القصة العمانية البطلة الزائفة تبقى عقابا شنيعا، تبقى العين الأولى والعين الثانية. لكن على الأقل في رواية بيرو المسحة المسيحية أو شيء من اللمسة المسيحية موجودة في الدين الواحد. مش عارف بعد أظن كان في حول زمن كتابة الروايات قبل أم بعد. هذا الأدب ليس مؤرخا، هو أدب شفوي. وهذه الرواية أظن التي عثرت عليها هي نتيجة تراكمات عديدة لم يؤرخها، ولكن أعتقد أن عمان لم تكن معزولة عن العالم بفضل التجار والتجارة والبحر، وأظن دخلت إلى عمان عن طريق البحر من خلال المسافرين والرحال الذين توافدوا على عمان. وهذه القصة فيما بعد يعني بعد تراكمات عديدة أعطت هذه القصة أو طبخت لنا قصة هي مستقاة من قصة غربية، ولكنها صارت يعني قصة تحمل سمات محلية. يعني هذا ما أظن يسمع الجماعة عندهم هكذا بسرعة. وأخذت الكثير من صبركم ومع شغلي في سنة عقولكم المضيئة من
نشكر الأستاذ على هذه الإضافات التي قدمها لنا ولكن جميعا كمان أيضا معا وهو معنا نشكر من الثقافي على هذه المرسلة الطيبة ورائعة وجميلة. شكرا جزيلا لكم.